انا هتكلم عن المصريين، هتكلم عن المصريين اللي شوفوا قد ايه كانوا هم متابعين بصمت، متابعين بصمت، وكأن ابنهم كلهم يعني حاجة خاصة بيهم كلهم في أزمة، فهم حتى كانوا بيسندوها بالصمت، مفيش كلام، كله بيدعو، كله بيتمنى الأماني، كله بيتابع وما بيتكلمش. بمجرد ما الأزمة انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا وبفضل جهدكم، كان رد الفعل اللي شفتوه كلكم حتى على مواقع التواصل وعلى وسائل الإعلام كان لافت قوي. قد كده الناس بتحب بلدها؟ أيوة. بسطاء رغم الظروف الصعبة؟ أيوة. رغم المشاكل اللي موجودة في بلدهم؟ أيوة. محبين جدا لبلدهم وحريصين جدا على ان هي تبقى دايما في خير وسلام، مفيش كلام. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلال السنوات اللي فاتت كلها رغم الظروف القاسية اللي مرت علينا في مصر والتحديات اللي قابلتنا وبتقابلنا وهتقابلنا، إلا برضو كان المصريين كانوا دايما واقفين جنب بلدهم، أنا بقول جنب بلدهم، جنب قيادتهم، بالأزمة يستحملوا يصبروا تنتهي بخير، يبتدوا يعني يعبروا عن فرحتهم ويسجلوا ده. فأنا ده أمر مش هقول لفت نظري دلوقتي، هو لفت نظري الحقيقة ومنتبه له من بدري قوي، واللي بان من، مش عايز اطول عليكم في الكلام عشان بقيت اليوم وعشان انتوا كمان اكيد مجهدين جدا خلال الكام يوم اللي فاتوا دول ما نمتوش كويس وكده، وايضا لغايه لما ان شاء الله تخلصوا الـ يعني المرور بقيه الوحدات او السفن اللي المفروض القوافل الاخرى، فمش عايز اطول عليكم، لكن عايز اقول هم دول المصريين اللي هم حابين بلدهم وحارسين عليها، وعشان كده مصر يمكن من دول كتير كان مفروض يبقى مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين، كل المصريين، كانت النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا عبرنا ازمة كبيرة قوي. كان انا مش بتكلم على الازمة دي، بتكلم ازمة مصر خلال 7-8 سنين اللي فاتوا.